لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة اف ام. مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البدايه بتعيينات حكام مقابله الجوله الخامسه اياب لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم اللي باش تدور نهار الخميس 2 فيفري ماضي ساعتين. جميع المقابلات في المجموعه الاولى، ترجي يستضيف نادي البنزرتي، تحكيم اشرف الحركاتي، مجدي بالحاج علي زفر مباراه الملعب التونسي مع النجم الساحلي، اما الحمام سوسه يستضيف هلال الشابه، تحكيم نعيم حسني، والنادي سبيقسي في مواجهه اتحاد تطاوين بسفره الحكم صادق السلمي. في المجموعة الثانية، مستقبل سليمان يستضيف نجم المتلوي بإدارة الحكم وليد الجريدي، محمود قصاعة حكم لمباراة مستقبل الرجيش مع الأولمبي البيجي، أولمبيك سيدي بوزيد يستضيف الاتحاد المنسيري، تحكيم جلال السحباني، واتحاد بنقردان في مواجهة النادي الإفريقي بسفرة الحكم أمير لوسيف. الهيئة التسييرية للنادي سبيقسي أعلنت عن رفع عقوبة المنع من الانتدابات، وبالتالي فإنه هيئة السياسات تمكنت من تأهيل اللاعبين اللي تم انتدابهم في الميركاتو الشتوي الحالي على غرار ثوري نادي حمام لمف زياد بن سالم وعمر بن علي، بالإضافة المتوسط الميدان الغيني موسى كوناتي ومواطن والمهاجم الدولي الغيني محمد كونتي كيفينغ. في مستقبل الرجيش، رسميا المدرب رياض الجلاسي قرر الانسحاب من تدريب الفريق بسبب الوضعية المادية والتسييرية الصعبة، بالإضافة للنتائج السلبية ومغادرة أغلب الملاعبية. نذكر أنه مستقبل الرجيش يحتل حاليا المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية في البطولة برصيد 6 نقاط فقط. في أخبار التحكيم، الحكم التونسي محمد شعبان انشر تدوين على الفيسبوك أعلن من خلالها اعتزاله للتحكيم بعد 22 عام في قطاع التحكيم ضمن رابطة المنستير. وأكد شعبان أنه تعرض للظلم والقهر من بعض الأطراف اللي حاولت عرقلت مسيرته التحكيمية حسب تعبيره. في أخبار الميركاتو، النجم الساحلي أعلن تعاقده مع الظهير الأيسر فهمي بن رمضان بعقد لمدة عام ونص، ملاعب عمره 32 سنة، وسبق له اللعب مع عديد الفرق التونسية على غرار الاتحاد المنستيري، نادي حمام لمف والنادي صفاقسي. نكمل مع الميركاتو، والهيئة التسييرية للاتحاد المنسيري أعلنت عن فسخ عقد اللاعب أنيس بن حتيرة بالتراضي لأسباب عائلية تخص الملاعبي. من جهة أخرى، هيئة اليوسمو أعلنت تعاقدها مع متوسط الميدان الدفاعي منذر القاسمي واللي سبق له اللعب مع ترجي اتحاد بنقردان ونادي أربيدة الأردنية. الملعب التونسي أعلن عن التركيبة الكاملة للإطار الفني بقيادة المدرب الجديد حمادي الدوب، عقد إلى غاية نهاية الموسم الحالي مع بقية الإطار الفني المتكون من رمزي كريد مدرب مساعد، عثمان الخزري مدرب حراس، هيثم الصغير معد بدني، محمد أمين الوسليتي مكلف بالتقييم والمتابعة، وهيثم عبيد معد بدني مساعد. في كرة اليد، اليوم تم سحب قرعة الدور الثمن النهائي لكأس تونس واللي باش تلعب مقابلته نهار السبت 18 فيفري. بالنسبة للمواجهات اللي أسفرت عليها القرعة متاع اليوم، النجم الساحلي باش يواجه جمعية الحمامات جندوبة رياضية مع نادي كرة اليد بقصور السيف، نادي كرة اليد بجمال يستضيف نادي ساقية الزيت، المنزه الرياضي مع نادي الهلال، الترجي يلعب ضد بعث بن خيار، شبيبة قرومبيليا في مواجهة مكارم المهدية، الملعب التونسي يواجه النادي الإفريقي، ونصرة بولبا يستضيف سبورتينغ المكنينة. في كرة السلة، ممثل تونس النادي الإفريقي وصل مشاركته في دورة دبي الدولية وبعد انتصاره على جمعية سلا المغربية ونادي بيروت اللبناني في الجولة الأولى والثانية. اليوم فريق باب جديد انقاد لأول هزيمة له في الدورة واللي كانت أمام النادي الرياضي اللبناني في مقابلة الجولة الثالثة بنتيجة 68 مقابل 62. عالميا، نادي فالنسيا الإسباني أعلن عن القطيعة بالتراضي مع المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو. ونذكر أنه غاتوزو تولى تدريب فالنسيا بداية من الموسم الحالي وأشرف عليه في 22 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات وتعادل في 5 مقابلات وانهزم في 10. وفالنسيا احتل حاليا المركز 14 في ترتيب لليغا الإسبانية برصيد 20 نقطة. نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن أنه نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا يعاني من إصابة عضلية واللي باش يتمتع براحة قصيرة قبل ما يرجع للتمارين من جديد، استعدادا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في ثمانية مسابقة دوري أبطال أوروبا.
خارج تونس في أبرز مقابلات اليوم في الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا، إنتر ميلانو متعادل حاليا أمام أتلانتا 0-0 في الشوط الثاني. في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، نيوكاسل متقدم حاليا على ساوثهامبتون 2-1 في الشوط الثاني. نختمو نشرتنا كالعادة بمعلومة صحية تساهم الرياضة في تعزيز المناعة وتقوية الذاكرة مع المساعدة في التحكم في الوزن بالإضافة للحماية من الإصابة بالأمراض المزمنة والأمراض النفسية. هذا كل معنا في لايف سبور، أجمل تحيات سيد الترابلسي وإن شاء الله ليلتكم زينة. لايف سبور، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM.